إيه أقوى اقتصاد في العالم؟ غالباً هتقولي أمريكا، وانت صح فعلاً، بس تعرف إن أمريكا برضو هي أكتر دولة عليها ديون، وكمان بتستدين تريليون دولار زيادة كل 100 يوم. Money Talks. وفقاً للخزانة الأمريكية، فعبء الدين بيزيد في الأشهر الأخيرة بمعدل قياسي، يعني 15 يونيو 2023 كان إجمالي الديون 32 تريليون دولار، وفي 15 سبتمبر 33 تريليون دولار، وفي 4 يناير 2024 تجاوزت الديون 34 تريليون، يعني فعلاً تريليون دولار كل 100 يوم. لكن قبل كده كانت الديون بتزيد بقيمة التريليون دولار دي كل 8 شهور تقريباً، مش 100 يوم بس. الزيادة المستمرة دفعت وكالة مودس لتخفيض توقعاتها لتصنيفات الحكومة الأمريكية لسلبية بعد ما كانت مستقرة، وده بسبب توقعات الوكالة بوجود عجز مالي كبير جدا. وهنا لازم نسأل سؤال، إزاي أكتر اقتصاد مديون في العالم هو أقوى اقتصاد في العالم؟ فكر وأنا هجاوبك في التعليقات.